في تظاهرة حضارية شاملة فتح معهد العالم العربي أبوابه في باريس أمام المقيمين في عاصمة النور من العرب والفرنسيين ولزوارها من مختلف الجنسيات، مقيما واحدا من المعارض الكبرى، معرض شامل عن المغرب المعاصر، تظاهرة تعرف بالإنجازات الفنية الأدبية والحرفية للمغرب. هذا المشروع يسلط الضوء على تميز المغرب المعاصر، مغرب حي، مغرب عرف التنوع الثقافي من خلال مكوناته، وسنكتشف هذا من خلال اللوحات الفنية والأفلام والموسيقى ومناقشة الأفكار خلال الأشهر الأربعة المقبلة. أكثر من 80 فنانا من أجيال مختلفة زينوا فضاءات معهد العالم العربي بأعمال شكلت خصوصية الإبداع المغربي المعاصر، أعمال صنعت مسلسلا فنيا للزوار، إذ ينتقل الجمهور من الفنون البصرية إلى التصميم، ومن الهندسة المعمارية إلى الفنون الشعبية وإلى الصناعة التقليدية، ومن الموسيقى إلى الرقص والأدب والسينما، مرورا بالموضة لتنتج لوحة منسجمة الألوان. هذا المعرض يأتي في ظرف رائع، لأن جلالة الملك أعطى انطلاقة الدخول الثقافي والفني في العالم، فقد تم تدشين متحف محمد السادس للفن المعاصر والحديث بالرباط، واليوم يتواصل الأمر بهذه الرسالة الجميلة. ففي السياق الراهن الذي نعيشه، من الرائع أن يتم بث رسالة للتنوع والإبداع ثقافيا. هذا الأمر خارق، سواء في معهد العالم العربي أو متحف اللوفر، والمؤسسة الوطنية للمعارض شريك في تنظيم معرضي المعهد واللوفر في آن واحد. هناك قصة للثقافة والفن المغربي، قصة أخذناها بعين الاعتبار من خلال البحث عن الفنانين المغاربة داخل مراسيمهم ومعارضهم. بحثنا عنهم في المغرب من طنجة إلى الجويرة ومن الدار البيضاء إلى وجدة لإعادة إحياء هذه الثقافة. المعرض الذي يمتد على مساحة 2500 متر مربع صور كرحلة في الذاكرة وفي أعمال فنانين مغاربة، رحلة من دون حدود ينتقل من خلالها الزائر من موضوع لآخر ومن فنان لآخر، رحلة ستمتد على مدى 4 أشهر ليسدل ستارها في 25 من يناير المقبل.